سرطان ونحالي اليوم ما واكله والو ما عندي ما ناكل. كتشاهد ديزير كنشوف فيه ونزيد ما تنشريش، كتشاهد طبر زوين تشاه مريضه تنشاهها ما تناكلوش، ما عنديش اللي وكلني، ما عنديش با، ما عنديش خوتي، ما عنديش واحد، عندي الله وافسي وما عنديش جديد مزاوية في ولا فيا الكونسير وعطيني حقي ولا بنيت لي با ولا بعدي راجل ولا بعدي حباب ولا عندي الله والناس يعاونوني. تي نهار 7 جينا اللي هو نهار الاثنين تنتفاجئوا تلقاو البيبان مسدودين، بغينا شي ممثل قانوني ولا شي واحد ديال الشركه باش ندويو، ما لقينا حتى شي واحد. ناقشنا درنا المكتب النقابي الناس ديالنا اللي تيتواصلوا مع المسؤولين ديال تما، حنا تنتسناو. فجأة اليوم جا واحد الناس ديال من المحكمة على طريق المفوض القضائي، دخلوا داروا معاينه لداخل في الشركه، المعاينه ديال داكشي اللي باقي عندنا في الشركه. الحاجه الكبيره هو ان من بعد ما توسط لهم سعاده القائد وتموا خارجين، ديماروا الطوموبيله ديالهم، لا كلاكسون لا حتى شي حاجه، بروميير دوزيام ضربوا جوج ديال البنات وجوج ديال الرجال، راهما بقاو طايحين. تجات الوقايه المدنيه، تجاو الناس اللي هزوهم. دابا تنطالبوا الله يجازيكم بخير، راه كاين شي مسؤولين او هذا المسؤول ديال هذه الشركه يجي يفك هذا المشكل، تيمرض راسو تيمرض فينا، لا هو مزيان لا حنا. حنا دابا راه كيف قلنا لكم راه وليداتنا راه في خطر مع هذا السيد هذا، احنا نهار كنا احنا متجمهرين على قبل حلول ديالنا ما لقينا حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير، كان ممثل ديال هذه الشركه ولا شي مسؤول قانوني يجي يفك هذا المشكل. كي هاد الناس كنتو تتقولوا لنا احنا خوتكم ولادكم وكذا وبقاو عائله، ماشي فهاد الثلاثه ملي تسد الباب ما بقيناش عائله. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.